أكيد طبعا كلكم شفتوا اللي حصل في مطارات أمريكا النهاردة، وكل ده بسبب عطل بسيط بس حصل من مايكروسوفت. وقفت الشاشات كلها، وقفت النظام كله، حصلت عرقلة تامة في المطارات وتأخير في الرحلات. وده الموضوع اللي كنت بتكلم فيه قبل كده بخصوص التكنولوجيا، إن بيجي عليها وقت فعليا، وقت ما بيحصل فيها مشكلة صغيرة الدنيا كلها بتقف. وفي الأول وفي الآخر لو جينا نرجع هنلاقي ان العنصر البشري واستخدام العنصر البشري ومخ البشري والبني ادم في حد ذاته في احيان كتير بيسعف اكتر من كده، وفعليا بيبقى فيه الحلول والبدائل اللي ممكن ساعتها نمشي امورنا بغض النظر عن سرعة التكنولوجيا اللي ساعات بتعملها طبعا وبتحل مشاكل كتير. والامر اللي انا بتكلم فيه هو ان انا ازاي اخلي ابني فعلا يشغل مخه وهو صغير، مش من وهو لسه عنده سنة ولا سنتين ابدأ اخليه ماسك بقى الموبايل، لا بيتعامل بآلة حاسبة. كل ده غلط، لان فعليا انتوا شفتوا وقت ما الدنيا وقفت عمر ما في مخ هيقدر يستوعب كمية التكنولوجيا دي لو هو طلع متعلم اساسا على الكمبيوتر ان هو ما بيستخدمش مخه. دايما كده ابدأ اختبر ابنك، 10 زائد 10 كام، 10 في 10 كام، 10 على 10 كام. ابدأ هات له الألعاب اللي هي تشغل المخ، مش إن أنا بس عشان أسكته وأبعده عني أفضل أعطله الموبايل وعمال يتفرج على حاجات، عمال بيألف في حاجات وهو فعليا لا يدرك ولا يعي إيه الحاجات اللي بتمر قدامه. فطبيعي إن لما بتحصل أزمة زي كده الدنيا بتقف. لما جاء سيدنا عمر وقال ان هعلم اولادكم السباحه والرمايه وركوب الخيل، لو تعرفوا ان حروب اخر الزمان ان هتكون فعليا على الخيول وبالسيوف مش هتبقى بالالات، ساعتها لا هيكون في لا بترول ولا في كهرباء، بل الاعتماد الكلي هيكون على القوه العضليه والقوه العقليه والرياضه الجسمانيه وليست التكنولوجيا. وده اللي المفروض نعلم أولادنا عليه ونربي أولادنا عليه، ونبعدهم عن موضوع بقى إن كل حاجة تبقى تكنولوجيا. مفيش مانع إن هو يعرف ويتعلم، بس تبقى شيء فرعي. الأساسي هو القوة العضلية والبدنية والعقلية هي اللي يستعين بيها. وزي ما انتوا شايفين بحاجة بسيطة الدنيا وقفت، زي برضو ما هيحصل بعد كده هيجوا يشغلوا آلاتهم ومدرعاتهم وطياراتهم مش هتشتغل عشان مش ساعتها مش هيكون في بترول. هتقول لي بدل الكهرباء، الكهرباء برضه لازم لها مساعدات من سدود واشكال اخرى من طريقه توليد الكهرباء، ساعتها بقدره الهيه الكلام ده كله فعلا هيقف. مش هيبقى في حل غير ان احنا هيكون زي ما قلت لكم القوه العضليه والبدنيه والعقليه هي التي ستتحكم في الوقت اللي هيكون فيه الحرب النهائيه دي. واكيد ده هيكون سبب مكسبنا. انت متخيل لما تكون جايب شاب متدرب على اعلى مستوى عقليا وبدنيا وجسمانيا وعضليا، وهاته مع شاب تاني متدرب بس ان هو يقعد في آلة يحركها عشان تبدأ تضرب ولا تهاجم ولا كلام من ده، هات الاتنين قصاد بعض، اكيد هيكون النتيجة حاسمة للقوة العقلية والبدنية وليست القوة التكنولوجية اللي ساعتها هيكون لا وجود لها من الأساس، لأن مفيش المولد للطاقة الخاصة بيها. يا ريت لو عجبك الموضوع شير ولايك وسبسكرايب، وما تبخلش على اخواتنا بالدعاء، وما تنسوش الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم.